طبعا عرفت. بس انا والله العظيم وحياه بنتي اللي ما بحلف بيها كده. دي مشاكل تافهه، واحنا متفقين اول ما نشوف علي عوض جاي علينا نجري منه على طول. لا لا لا، هو علي عوض ايه؟ المره دي ما فيهاش علي عوض، المره دي فيها انك لازم تسمعني وتعرف اللي حصل بالظبط. انا ما يهمنيش اعرف. بس انا يهمني. ليه بقى؟ عشان نضيع عمرنا اللي هو قد كده في حاجات ملهاش لازمة؟ بالنسبة لك ملهاش لازمة، بس بالنسبة لي فيها معنى كبير. ملك، انت مش موضوع شك. ازاي بس؟ انا لو مكانك كنت هشك. صحيح، واحد زيي حصل له كل اللي حصل له ده في اقل من شهر، لازم يشك في كل اللي حواليه يحطهم تحت عينيه. بس انا عامل كده عشان كده عرفت حكاية الشيك من غير أميرة ما تقولي. يعني أنت كنت عارف؟ طبعا. طب وعارف كمان إن هي تستغل موظف عندي؟ عارف كل حاجة من غير ما أخش في تفاصيل. جمال كلمني وحكالي الموضوع. جمال مين؟ جمال موظف معايا في المكتب. طب والله كتر خيره. طب إيه رأيك إن أنا معرفش جمال ده؟ والله معرفه. بتضحك على إيه؟ بعدين يا مان قاعدة عاملة زي الموظفين اللي عمالين يبرروا مشاكلهم لمديرهم. مش قصدي، بس أنا كل اللي يهمني في الموضوع ده أنت وبس. يا سلام. لما هو الموضوع كده ما ردتيش على تليفون ليه على طول؟ لازم 100 مكالمة و100 مسج؟ حط نفسك مكاني، كنت محرجة ومش عارفة أقول لك إيه. تقولي لي عندي مشكلة أميرة وراه؟ يعني كنت هتقتنع على طول؟ طبعا، طالما أنت اللي بتتكلمي أكتر. وانا ايش ضمن؟ ما انت مشغل عندك واحده ما شاء الله تدي درس خصوصي للشيطان نفسه. اسمعي ملك، انا عارف كل دبه نمله بتحصل في شركاتي، عارف مين اللي بيشتغل ومين ما بيشتغلش، عارف مين اللي بيخش يأسفين لي في واحد تاني عشان اقلب عليه وامشيه، وعارف مين بيسرقني ومين بياخد عمولات من ورايا. كل ده انا عارفه. متعتي الكبيرة بقى أقعد أتفرج على ده كله وهم فاكرين إن أنا مش شايف. يا سلام، يا فرحتي أنا بمتعتك دي. ما هو كده ممكن التمادوا في اللي بيعملوه. محدش يقدر. أنا بسيبهم يدوسوا بنزين على الآخر، ولما بنزينهم يخلص تيجي لحظة كده أروح شادد سكينة الكهرباء وأطلع لهم في الضلمة. يا ماما خفت. تعالي بقى شوفيهم كل واحد فيهم نفسه الأرض تنشق وتبلعه. لا 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 لا، أنت مش سهل خالص. أنا مش عايزك تفكري في أميرة دي خالص. أميرة إيه؟ سكرتيرة بتشتغل عندي، عندها طموح شوية. طموح كبير بس مش مؤذية. تشربي إيه؟ لاتيه. خلصتي اللاتيه بقى ولا لسه؟ في واحد قاعد على شمالك ما تبصيش. تبصيش الله؟ مع كاميرا بيصورنا ربع ساعة وهتلاقي كل ده على الانترنت. تانية انت ما قريتش اللي اتكتب الصبح؟ قريت وانبسطت. انبسطت؟ طب كويس، انا قلت هيشك ان انا اللي عامله ده. لا انا عارف مين اللي ورا الحكايه كلها. مين؟ مش مهم. طب ما تنزل تكذيب. ليه؟ هم قالوا حاجه غلط؟ بسألك، هم قالوا حاجه غلط؟ مش قالوا نديم فخري يقع في الحب؟ طيب لقد وقعت. وقعت ولا ما وقعتش؟ معرفش. انت عارفة كل الهيصة دي هتخلص امتى؟ اول ما نتجوز.